وماذا عن إيران؟ إيران دولة مهمة، دولة إقليمية مهمة بالتأكيد. يعني مصر يعني لها علاقات مع الجميع. كان في طلب من الجانب الإيراني أن يقوم وزير الخارجية بزيارة مصر والتشرف بمقابلة السيد الرئيس، فخامته استجاب لهذا الطلب، وده بيعكس حرص مصر على العمل على منع التصعيد، على خفض التصعيد في المنطقة، على منع ولوج المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة. ومن هنا كان الحرص المصري على الاستجابة لهذا الطلب وترتيب اللقاء مع فخامة الرئيس، كما بعد ذلك أجريت مشاورات ولقاءات مطولة مع الوزير الإيراني بهدف كما ذكرت منع جر المنطقة إلى حرب شاملة وإلى صراع مفتوح لا يكسب منه أحد، بل سيكون له أثار مدمرة. تحدثنا في قضايا كثيرة، تحدثنا عن الأهمية البالغة لوقف إطلاق النار في غزة ووقف العدوان على قطاع غزة والعدوان أيضا على لبنان، تحدثنا أيضا عن مسألة شديدة الأهمية وهي مسألة التوتر الشديد في منطقة البحر الأحمر وأهمية الحفاظ على حرية الملاحة الدولية. كما ذكرت سيادتك إن مصر أكثر دولة متضررة من هذا التصعيد، ممثلا في انخفاض عائدات قناة السويس. كان عندنا أكثر من 72 سفينة بتعبر يوميا من الاتجاهات، من الاتجاهين الشمالي والجنوبي، الآن نتحدث عن حوالي 27 سفينة. فبالتالي تحدثنا عن كل هذه القضايا بشكل من كبير من الوضوح ومن الصراحة. تحدثنا أيضا عن كما ذكرت أهمية دعم التوافق اللبناني وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وبالتأكيد الحفاظ على سيادتها ووحدتها الإقليمية، أن ما يتوافق عليه اللبنانيون يتعين دعمه، وأنه لا يمكن لأي دولة خارجية أن يكون لها كما ذكرت حق الفيتو على أي مرشح يتوافق عليه الشعب اللبناني الشقيق. فبالتالي ده بيعكس كما ذكرت سيادتك في بداية الحلقة مبدأ الاتزان الاستراتيجي، وهو أن مصر تنفتح على الجميع، على جميع القوى، طالما أن ذلك أولا يخدم المصلحة الوطنية المصرية، ثانيا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة. هذه الزيارة هي الهدف الأساسي كما ذكرت خفض التصعيد، وبالتالي تجنيب المنطقة ويلات وشعوبها ويلات صراع مفتوح وشامل في المنطقة. فبالتالي يعني كما ترى وكما ذكرت أكثر من مرة لدينا انفتاح على الجميع، طالما أن ذلك يخدم هدفنا وهو منع التصعيد ودعم عملية الأمن والاستقرار في المنطقة. مصر مرة أخرى دولة عظيمة ودولة الكل يخطب ودها، الكل يسعى إلى تعزيز وتعظيم العلاقة معها، لأنها تثبت دوما أنها ركيزة الاستقرار في المنطقة، أنها الدولة الوحيدة المستقرة في المنطقة، الدولة الوحيدة التي تعمل على دفع الاستقرار والسلام الإقليمي بالتعاون مع شقيقاتها في الجوار العربي. وهنستمر في هذا الدور طالما أن ذلك بطبيعة الحال يخدم قضية التنمية ويخدم قضية الاستقرار، لأن مصلحة مصر هي مع الاستقرار، مع منع التصعيد، مع تحقيق السلام العادل والشامل الذي يحقق الحقوق المشروعة لشعوب المنطقة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني في أن يكون له دولته المستقلة ذات السيادة بطبيعة الحال على كامل أراضيه المحتلة عام 67 وفي مقدمتها القدس الشرقية.